السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فيلم جامد. والنهاردة بنعمل زي ملحق كده لمهدي يحبذ، بس مش أنا اللي هحبذ النهاردة زي ما هو باين من التايتل والثمنيل بتاع الفيديو كده. ماهر موصلي صديقي معانا النهاردة بخمس ترشيحات شاركهم معانا في خلال من خلال بث مطول عبر شبكة نيمو. اللينك بتاعه قدام حضراتكم على الشاشة، تقدروا تنضموا له في أي وقت، وياريت تنضموا له وتعملوا فولو، لأن إن شاء الله بإذن الله التجربة دي هنعيدها مرة أخرى، لأن على ما يبدو عجبت الناس. اللي هتتفرجوا عليه دلوقتي ده مونتاج من اللي حصل، ملخص من اللي حصل، وفي لينك تحت للستريم الكامل، الحوار الكامل اللي دار ما بيني وما بين ماهر، واللي شارك فيه ناس كتير بالتعليقات من خلال التفاعل والأمور دي كلها. معلش سامحونا لو بعض القطعات ما كانتش أفضل حاجة في الدنيا، وسامحونا لأن الكونكشن عند ماهر كانت ساعات بتقطع، بس كنا بنفهم منها الدنيا بتتحرك إزاي. دي مشاكل تقنية ملهاش حل عندي حاليا يعني، بس أتمنى في الآخر تستمتعوا باللي دار، ويلا بينا كده نتفرج. ازيك يا ماهر؟ يلا حبيبي، عامل ايه؟ عامل ايه؟ والله يا مهدي، لكن اليوم قاعد افكر انه قريب هنكمل سنتين على الفيديو اللي عملناه. لا مو قريب مره، على اول على الفيديو الاول. ها اي مين افضل؟ مش قريب مره، بس يعني الدنيا مرت يعني بسرعه نوعا ما. انا مش هنسى الفيديو ده لعدد من الاسباب الجيده والعدد من الاسباب السيئه. انا زعلان قوي انه في 5 ساعات راحت تسجيل علينا. يعني احنا صورنا 5 ساعات، بالاخير طلعنا بحلقه ساعتين، انت ساعه ولا ساعه، وكلام بالهبل راح من كتر ما احنا مركزين مع بعض. كانت الكاميرا بتفصل واحنا مش دريانين. يا تعالى بقى نخش في موضوع الترشيحات ده. يا جماعه اللي ما يعرفش، انا كنت طالب من ماهر ان هو يرشح لنا. انتوا عارفين ناس كتير عماله تقول لي عاوزين نرجع مهدي يحبذ، عاوزين افلام نتفرج عليها وكلام زي ده، وانا تقريبا المخزون بتاعي خلص، ما عادش عندي حاجات كتير جديده. لما بفتكر حاجه بتبقى بالصدفه فجاه كده، فانا قررت بصراحه ان انا اصدر المهمه دي لاصحابي وحبايبي، بدايه بماهر، وان شاء الله لو مبسوطين هنخش عليهم كلهم، وفي الاخر هم اللي هيشتغلوا وانا هقعد ساكت، انا اللي هلم الفلوس في الاخر. فماهر جاي النهارده بخمس ترشيحات. الترشيح الاول يا مستر ماهر، قول لنا. طيب انا جاي اليوم بخمسه افلام، تقريبا 3 منها افلام ثقيله، ما هي من النوع العادي، يمكن مشاهد مو دائما يتقبل النهايه، يكون فيها رمزيات شويه، واحنا انا من الناس اللي ما احب عاده النوعيه دي من الافلام، لكن انا جاي بالصفوه منها من وجهه نظري. اوكي. وجاي فيلمين لا خفافه كده جميله ممكن تتشاف، فنبدأ بالخفافي ولا نبدأ بالتقيلة؟ ثلاثة تقيل واثنين خفافي. لا تعال نبتدي بواحد من التقال، نمشي خفيف تقيل خفيف تقيل خفيف، لا تقيل خفيف تقيل خفيف تقيل. يس. الفيلم ده أنا شفته للآن 4 مرات. أول مرة شفته كنت في الجامعة، كنت شفته، حتى ما شفته سنة الصدور، شفته بعد ما دخلت الجامعة، وأفتكر أنه كان من أسوأ التجارب السينمائية اللي شفتها في حياتي يا مهدي. وقعدت أسب في أبو اللي شغل لي الفيلم واللي تفرجت معاه، وفي المشاهدين وفي المخرج والممثلين وكل حاجة. مرت السنين وعرفت بعدين أنه واحد من الممثلين اللي موجودين فيه، وأنا يعجبني جدا وما كنت منتبه أول، أنه أخذ أوسكار عن طريق الفيلم ده. قلت كيف أخذ الفيلم ده؟ كيف معليش اختلاف ثقافات، فكيف أنه أخذ ال روح براء ترفرف على الستريم، تفضل أوسكار على فيلم زي ده، أنا لازم أرجع أشوفه بالتاني، وخصوصا أنا الممثل هذا يعجبني. ورجعت وبديت يعني أستسيغه أكتر، وبرضو عندي مشكلة مع الفيلم بالكامل. شفته مرة ثالثة قبل كم سنة كده، تمام، وفي ديك المرة هي اللي أنا ارتحت لي جدا، خصوصا بعد ما بديت أتعرف على اليوتيوب والناس اللي تتكلم على الرمزيات، وهذا قبل ما أبدأ القناة. من الأشياء اللي كانت جميلة عندي أنا قبل ما أبدأ القناة، إنه كنت أخش ألاقيك، فلقيت إنه في روح، راحت علي النقطة دي، أو جات النقطة دي، أو عملت النقطة دي، فالفيلم كبر عندي بشكل كبير. آخر مرة شفته كان في الكورنتين في الحجر، شفته للمرة الرابعة، وهنا أنا أقدر أبصم إنه واحد من أجمل الأفلام، واللي هو ماغنوليا. أوكي. لبول توماس أندرسون. Yeah. تمام. الآدمي هذا أنا جايب له فيلمين اليوم في الترشيحات. مين اللي كسب أوسكار في ماغنوليا؟ تخيل فيليبسي. لا مش فيليبسي مول هوفمان اكيد. ما لا ما كسب، كان مرشح توم كروز. يا لا ما انا عارف، انا فاكر حد كسب. يا لا ماغنوليا من الادله اللي انا شخصيا بصدرها للناس لما بيشككوا في توم كروز كممثل.
يا سلام عليك. انا توم كروز دائما اقول لهم هو اختار نوع معين من الافلام، هو اختاره اكشن وجري ومدري مين. انا مره احب توم كروز، انا مره يعجبني توم كروز، يعني يعجبني انا انبسط للادمي ده. بس هو اختار نوع معين من الافلام مبسوط فيه ومبدع فيه. يعني ما فيلم اكشن يعمل توم كروز الا غالبا فيلم جيد مع بعض الاخفاقات زي مامي مؤخرا، تمام. لكن اللي يعرف توم كروز القديم وشاف له فيلم زي فيو جود مان ولا ذا فيرم ولا رين مان ولا حتى توبي ماجواير، تمام، حيعرف ان توم كروز عند جيري ماجواير، سوري راح بالي على الممثل حق سبايدر مان، جيري ماجواير، حيشوف انه 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 الادمي ده عنده كتله ابداعيه تمثيليه قويه جدا، هو اختار انه ما يكمل فيها لسبب ما او لاخر، وصلت لقمتها ولعظمتها في فيلم ماجنولي وفي الاداء المجنون اللي سهل تماما من توم كروز اللي نعرفه، واعطاني دور جميل. ما زال توم كروز بالجنان والحركات دي اللي بيسويها، بس في دور مع انه لقطات قليله ومشاهد قليله وبروفايل زي ما بيقولوا كده مش فلاترينج، يعني هو أبداً. شخصيه وحشه الشخصيه لما تيجي تتكلم عليها، وده احنا بنتكلم على توم كروز في عزه قوي، اللي هو نظام لو بالزبط. عاوز يشتغل في اكبر فيلم ايه ليست مفيش في السوق غيره، ما حدش هيقدر يعرضه، الراجل بيتحكم بالزبط. في السوق باكمله، وقرر انه يعمل دور صغير في بطوله جماعيه في فيلم زي ما انت بتقول كده فنيا تقيل، وارد جدا ان اغلب الناس من جمهوره هو شخصيا لما يشوفوه ما يستسيغوهوش. وانا ده اللي صار معايا، وانا بقول لك انا اخذ مني 3 مشاهدات لان اؤمن بانه الفيلم ده جميل ومن اجمل ومن افرد الافلام المفرده جدا السينما. مره ثانيه القصه عشان الناس بتشوف اللي بنتكلم، طب القصه يا عم، الفيلم بيتكلم عن مجموعة أشخاص أنت بتعيش معاهم في نفس الوقت وبتتنقل من المجموعة دي للمجموعة الثانية، فعدة قصص في فيلم واحد، تمام، وكل قصة لها ثيم معين وغالبيتها سوداوية، بتتكلم على الندم، بتتكلم على 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 المعاناة، بتتكلم على الفقدان، على الإهمال في حالة أرسي رايلي في جدا بثيمز واحد على بالضبط. فكل ثيم معين كان فيه إبداع تمثيلي جميل. كان في عندك هوفمان كان موجود في الفيلم، عندك جوليان مور، يا رجل ما هذا الإبداع، جوليان مور أعطتني مشاهد قليلة جدا، أنا ما قد شفت ممثلة تقدر توصل لي إحساس الندم زي جوليان مور في فيلم ماغنوليا. فالجبروت الإخراجي في الفيلم ده يعني، وخصوصا أنك تعرف أنه عمله في عمر مبكر جدا وكان ثاني فيلم له أصلا، يعني ما كان أنا بحب توماس كبير. أندرسون، بول توماس أندرسون هو صغير عنه وهو كبير، في حاجات كتير عملها مؤخرا أنا ما عرفتش أتواصل الحقيقة، يعني ما من الآخر كده بول توماس أندرسون بعد ما بقى مخرج كبير بيكول ذا شوتس قصاد أسماء الستارز اللي بتشتغل معاه وقصاد الاكزيكتيفز بتوع شركات الانتاج، فبقت بصمته على كل مشهد وعلى كل سيكونس، في رايي انا مع كامل احترامي ليه وحبي ليه بقت تو ماتش تو تيك. انا ما عرفتش استمتع بالماستر، ما عرفتش، حاولت وما عرفتش للامانه. هذا الفيلم الثاني حقي. اوكي احنا نطينا على الثاني على طول. انا بتفرج، هقولك انا بتفرج على ذا ماستر بطلع اقول حاجتين، الراجل خواكين فينيكس ده كنز، انا بكلم ساعتها يعني، ولو اتحط في سكة صح في تنوع الاختيارات هيقعد نص ممثلين الكوكب في بيوتهم خجلا من انهم بيزيكلي ما بيعرفوش، حقيقي ما بيعرفوش قصاد اللي هو عمله. ثانيا خلينا بس خلص لك الحتة دي على بعضها. ثانيا فيليب سيمور، انا شفت ذا ماستر بعد ما فيليب سيمور هوفمان مات، وحزنت على ان الراجل ده خلاص كده سيرته وقفت هنا، لان الراجل ده برضو على مستوى القدرات التمثيليه حاجه مختلفه تماما. وشفت رامي مالك صغنون اخضر حلو كده، قلت المستقبل بخير. فاحنا اتفرجنا على 3 جنريشنز فيهم اداء تمثيلي مرعب، تجربه بصريه في بعض المشاهد زي الفل، سياق ما لقيتش، كونتكست اللي هو سياق يعني برضه ما لقيتش، كوهيرنس ما لقيتش، يعني تماسك وسياق ما لقيتش. قاعد يقول لك بقى كل ما اجي اتكلم مع حد يقول لك ده الراجل بتاع الساينتولوجي. ايوه انا استفدت ايه؟ انا كمرتضى منصور استفدت ايه دلوقتي بعد ما عرفت انها تقول كده؟ فبعلنا يا باشا، قول لنا. انا اخدها من ناحيه ثانيه. اول شيء بدل ما اتكلمت على التمثيل، اي احد عجبه تمثيل خواكين فينيكس في الجوكر هيتفاجئ بشكل كبير انه تقريبا الجوكر قد صار قبل كده فيلم ذا ماستر، نفس الطريقه الدراميه وتقريبا حتى نفس الشكل يا رجل،
لهذه الدرجه الناس ما شافت ذا ماستر، لدرجه انه ما صار في كلام كثير على المقارنه بين الشخصيتين، لانه كانت قريبه جدا، مو نفسها، قريبه جدا من الاضطرابات النفسيه ومن التمثيل حق خواكين فينيكس. هذا رقم واحد. فلو عجبك التمثيل حق ذا جوكر لدي الدرجه، لو عجبك التمثيل حق ذا جوكر، شفت خواكين فينيكس هناك وعجبك، حيعجبك في ذا ماستر. رقم اثنين هوفمان مات والله معاه، لكن الاداء التمثيلي اللي اعطاني هو في كابوت، واللي اعطاني اياه في 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 داون، عنده كاريزما غريبه في كل التمثيل. حاجة يا فيليب سيمور هوفمان كان بيعمل ادوار في افلام اكشن، وكان بيخلي الناس تشاور على اداؤه التمثيلي. انا برجع وبقول دايما ميشن امبوسيبل 3 هو فيلمي المفضل اولا واخيرا، لان الفيلن هو فيليب سيمور هوفمان. فنتفق على الممثلين، وانا ما بس كنت باكد على كلامك يعني من ناحيه التمثيل، اذا اني بنبيع للمشاهدين من ناحيه التمثيل. من ناحيه ثانيه، القصه بتتكلم على ايش؟ او هي على قولك انه ما في سياق كامل للقصه، بس الشرح تبع الفيلم بيقول لك ايه؟ بيقول لك محارب او جندي راجع من حرب باضطرابات نفسيه عديده جدا، تمام، عايش حياته باضطرابات جنسيه، باضطرابات عقليه، وفقد هدف في حياته. كان هو حياته كلها عباره عن هو جندي، عنده هدف واحد اللي هو جندي، فعايش في الضياع، عايش في الفراغ، الين في يوم من الايام يقابل شخص عنده كاريزما مهوله، كاريزما قويه جدا، وهذا الشخص عنده جماعه كولت معين، جماعه دينيه او جماعه عندها فكر معين، ولانه هذا الشخص عنده كاريزما عاليه جدا قدر انه يكون عنده اتباع كثير موجودين معه. فلما نتعرف هذا الشخص اللي عنده كاريزما عاليه وعنده جماعه على هذا الشخص اللي راجع من حرب واللي عنده فراغ في حياته، كملوا بعض. ده الانسان لقى الفراغ فاعطاله ولاء منقطع النظير، وهذا بيشرح لنا إسقاطية جميلة جدا على كل الجماعات اللي موجودة، سواء كانت جماعات إرهابية، سواء كانت جماعات سياسية، سواء كانت جماعات whatever، إنه دائما الناس بتلعب على الفراغ اللي موجود في حياة البشر. فهنا جابوا لك إياه في الطريقة دي وبتمثيل رائع من خواكين ومن هوفمان. ومن الباك جراوند عشنا دراما حقت العيلة، عشنا دراما حقت خواكين واللي صاير معه بس أندرسون، اللي هي بتطالب بالسياق المعهود، أعطيني بداية وأعطيني عقدة في المنتصف، سواء بمعاناة أو غيرها. خليني أقطع في الحتة دي. يعني أنت بتقول بتحاول تنط ما بين أن الأبيض هو الناس اللي بتدور على حبكة، وبتدور على بداية ووسط ونهاية، وبتدور على مشهد نهاية حاسم لكل القضايا اللي احنا اتكلمنا فيها ومرضي كذلك، مش بس حاسم. والجانب الآخر الأسود هو الحكاء المتحرر، اللي مش رابط نفسه بالسياق، اللي مش رابط نفسه بقيود، اللي بيطلق العنان لكل اللي هو عاوز يحكيه في الدنيا، ويمكن يكون بيتمرد على الأشكال التقليدية عمدا عشان يتميز. اوكي، انا مش شايف انها ابيض واسود، انا شايف انها رمادي، في النص بقى حاجات كتير قوي. مش لازم انزل من بول توماس اندرسون الاقي نفسي على حجر لا مؤاخذه مايكل باي، يعني في 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 بلاوي في النص، في شيدز بالهبل حتى عند الناس دول. انا يعني مش بقولك ان بول توماس اندرسون ما تواصلتش معاه فيلم او فيلمين فوقع مني، لا، ليه اعمال تانية كتير برضو كان فيها قدر كبير جدا من التمرد، ولكن عرفت اتواصل معاه. انا عشان كده بقول لك انا ما بقلل من احد، اللي ما عجبه الفيلم ما عجبه، في افلام كثير عجبت ناس انا ما عجبتني. يعني اخيرا ممكن الحين نفتح الحوار حق جري هاوند، انت عجبك انا ما عجبني، انتهى الحوار، مو شرط انه شيء، بس كل واحد عنده وجهه نظر. انا بس بحاول اوصل فكره انه بعض الافلام لو قعدت ركزت في الحوارات حتستمتع، صح، في لو قعدت ركزت في التمثيل حتطلع بوجبه تمثيليه خارج. ليه دائما يكون عندك افضل ممثل مش شرط ياخذها على افضل فيلم؟ ممكن يكون الفيلم سيء، صح، بس ياخذ افضل ممثل في الاوسكار، صح، عشان اخذت وجبه تمثيليه عظيمه. فهذه النوعيه من الافلام، وهذا ذا ماستر واحد منهم، اعطاك وجبه تمثيليه عظيمه، اعطاك وجبه حواريه مجنونه كمان، واعطى لك التصاعدات الدراميه اللي بيستخدمها في الموسيقى التصويريه حقت بول توماس اندرسون مره مجنونه. فهذه العوامل كفيله بالنسبه لي اني اغير جو. يا عم اغير جو. الترشيح الثالث فيلم نزل في سنة كانت قوية، فعشان كده يمكن ما انتبهوا له الناس كثير. ما أقول إنه مو معروف، يمكن معروف، بس يمكن نقول ما أخذ حقه من الشهرة. اسمه رش. فيلم اسمه رش. العربيات. الفيلم ده
ايوه الفيلم ده بيتكلم على قصه حقيقيه لابطال في الفورمولا 1 في السبعينات، وكانوا هم اكبر اثنين موجودين في السبعينات، كانوا رايفلز متنافسين مع نيكي بعض. لاودا، مش هنسى اسم نيكي لاودا مهما حصل في الدنيا. نيكي لاودا، نيكي لاودا ايوه، وهانت وجيمس، جيمس، جيمس هانت اظن، جيمس دقيقه انا كاتب هنا جيمس هانت. معلش عشان تعرف انا بحب اقطع كتير، بس عايز اقطع في الحته دي. من العلامات المهمه جدا بالنسبه لي انا شخصيا ان في شخصيه علمت معايا في فيلم اني اطلع فاكر اسمها من غير ما اضطر ادور عليه. فنيكي لاودا من الاسماء اللي عمري ما هنساها. كريس هامسورث يعني قبل ما يبدا في افنجرز، هو كان في افنجرز وقتها بس قبل ما يشتهر مره كان مثل في هذا الفيلم، واعطانا كمان دور ما زال ولد الفتى الذهبي والجميل والمعضل والحركات والوسيم، بس برضه كان في اداء درامي جميل في الفيلم. كان في اداء درامي جميل. الفيلم حلو، الفيلم بيدي بيوغرافي، بيدي سيره ذاتيه عنهم الاثنين. الفيلم فيه قصه الصعود والهبوط والطموح والحاجات دي كلها بطريقه جميله. ما هيعلم معك، هيعلم انه من الافلام اللي بتتكلم على سيره ذاتيه وتكون جميله، والحلو انه من الافلام اللي تخلص منه انت حاسس احساس حلو كده، يعني حاسس ان انت رحت رحله جميله تعطيك امل في الحياه الوسخه اللي احنا عايشينها دي. رش ممكن يكون من اقصى درجات الاثاره اللي وصلت لها في حياتي وانا بتفرج. فكره اللي انت درجه الترقب بتاعتك تصل لدرجه انك بعد ما الفيلم يخلص تكتشف انك في الاغلب كنت قاعد في وضع غلط وعظمك يفضل يوجعك يوم او اتنين بجد. طب سؤال، سؤال لما اتفرجت فورد فيرسس فيراري افتكرت رش مباشره؟ ال 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 البنش مارك، نرجع تاني لنقطه البنش مارك اللي كنت بقولها، المستوى فين البنش مارك كان رش. يعني انا بتفرج على فورد فيراري من اول لحظه لاخر لحظه وانا بقيسه على مقياس رش. طب لو نقدر نسال مين افضل، نستغل اللقطه رش. نقول مين افضل رش. انا في رايي رش افضل من فورد فيراري. يا انت رايك ايه؟ اللي تفوق، اللي تفوق على رش هو تمثيل كريستيان بيل، واللي تفوق على رش كمان الايديتنج يا مان. الايديتنج في السباق كان مجنون، انه هو اللقطات اللي بتجيك والتعشيق وتروح، بحكم انك تتكلم على سيارات اكبر، مو الفراري اللي هي سياره صغيره ولفات مكرره، لا انت تتكلم على عالم اكبر، يمكن هذا اللي فاد على رش. لكن الجانب العاطفي انك ترتبط مع شخصيه اكثر، اكثر من القصه واكثر من التنافس، كان رش، لانه بيديك جانب عاطفي للشخصيه اكبر. يعني حقت لاودا، هقول لك حاجه، انا بالنسبه لي فورد فيراري هو نسخة البوب كورن الأكثر استساغة من رش. رش، رش أصلا بص له حتى على مستوى المقياس الدرامي، رش قدم لك مدرستين في التفكير متنافرتين تماما لدرجة صحيح. العداوة ما بينهم وما بين بعض في كل قرارات الحياة تقريبا. أي بني آدم في الدنيا وهو بيتفرج هيلاقي نفسه قدام الأبيض وأسود، أنت في حياتك يا إما جيمس هانت يا إما نيكي لاودا، ما ينفعش تبقى ما ينفعش تبقى الاتنين مع بعض، مستحيل. ومع ذلك تصل في الاخر للذروه بتاعت الموضوع من غير حرق ولا اي حاجه، وتلاقي نفسك متعاطف مع الاثنين، وتلاقي نفسك بتحب الاثنين، وتلاقي نفسك منتصر للاثنين. بقولك ايه، تعال ادي شويه مقدمات ونشوف الناس هتقدر تخمنه ولا لا. طيب الفيلم هذا الفيلم من اكثر، من اكثر، لا هيخمنوه اللي يعرف توم هانكس هيخمنوه، من اكثر افلام توم هانكس الاندر ريتد او الغير اللي ما اخذ حقها بشكل كبير. لكن بعد ما عاصرنا مسلسلات زي دارك، بعد ما عشنا مسلسلات فيها خطوط زمنيه وفيها اكثر من سهلتها قوي يا عم، سهلتها وتنقلات، حيصير بالنسبه لك الفيلم ده سهل قوي، حتتفرج عليه وحتلوه كويس. اول ما طلع ديك الايام الموضوع ده كان جديد، كانت تجربه سينمائيه جديده، كان صعب الواحد يتابعه، واللي هو فيلم كلاود اطلس. فكلاود اطلس بيعطيك فكره مجموعه شخصيات تمام على عدة أزمنة مختلفين تماما، وكل زمن بقصة مختلفة. هتلاقي توم هانكس مثل ثلاثة وأربعة أدوار ناسي والله في فيلم واحد، وكل قصة بدور مختلف، بعدين كلهم يرتبطوا ارتباط وثيق بطريقة وحلوة. بس ركز الفيلم، لو هتمسك جوالك، هتكلم مراتك، هتقعد مدري ايه، ما هتستمتع. حلاوة الفيلم في الانتقالات الزمنية والربط اللي بين الأشياء اللي صايرة قدامك على الشاشة. بما انك راجل بتاع قراية قوي، انت قريت رواية؟ لا، انا هعترف اعتراف مهم جدا، أسوأ ناس تحكي الناس قرأت الروايات. صح، لانه بتحكم من بتحكم من منظور مختلف تماما. اولا الروايه لما تقراها، يعني انا قاعد اتكلم معاك الان، يعني مثلا كتاب باتشينو مثلا، اوكي، ايه ده، ايه ده، باتشينكو تمام، هذه روايه بتتكلم على
أسطورة في 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 الصين وفي اليابان وفي الناس اللي عايشة هناك، لسه ما خلصته. لكن الشاهد شوف قد إيه، يعني تتكلم على خلنا أشوف لك بالضبط عدد الصفحات، تتكلم على 630 صفحة، تمام؟ ربنا فأنا بتكلم 630 صفحة، بخش في التفاصيل لكل شخصية، ولأ ومكتوبة على ورق، أنت في دماغك هتعمل لها الإخراج، وهتكون مدير التصوير، وهتكون مدير الإضاءة، وهتتغير الغرفة كيف شكلها، والممثل كيف شكله، وردة الفعل كيف صارت، ولما دا قال الجملة دا كيف استساغها. أنت بنيت الفيلم في راسك، أنت عملت إخراج، أنت سبيلبرغ في راسك أصلا، تمام؟ فلما تيجي بعدين أحط لك الكلام دا قدامك على شاشة وأوريك منظور شخص مختلف عنك تماما، أخذ الرواية دي وأعطاك منظور مختلف، طبيعي أي إنسان عاقل بالغ هيقول لك لأ، يعني اللي في راسي كان أحلى. طيب الفيلمين الخامس هيخش في 10 من 10 ولا لأ؟ لا ما يخش 10 من 10، بس حلو إنه جاي الآن لأنه تابع للروايات. حلو، هو فيلم مبني على رواية برضو، أوكي؟ وأنا من الناس اللي رواية وعجبني الفيلم، أوكي؟ ومن الأفلام القليلة اللي الروائيين عجبهم الفيلم برضو، لأنه أوكي. لأنه أدى العدالة للرواية من ناحية السوداوية. الفيلم اسمه The Girl with Dragon Tattoo. لا. تتكلم على أي فيلم فيهم؟ دانيال كريغ. الأول. أي الأول. لا لا. تتكلم عن النسخة الأمريكاني مش النسخة السويدي. أي طبعًا. أنا روني مارا مش نومي رابس. في الفيلم أنا بالنسبة لي ليه يعني ليه عجبني؟ أول شيء أنا تعجبني نوعية الأفلام اللي فيها تحقيق. محسوبة كون صغير ختمت روايات أغاثا كريستي كلها، ففكرة إنه في جريمة ومين اللي عملها وكيف التحقيق، أحب الأسلوب ده. للأسف مقل في السينما اليوم، فين وفين يطلع لنا حاجة. نايفز أوت 2019 طلع كان جميل من هذه الفئة، قبلها The Train of Orient Express برضو كان من أغاثا كريستي، مع أنه مرة عجبني بس برضو يعني كان طالع بس نادرة. هذا الفيلم من ده النوع، لكن مو بنفس الستايل المسرحي. الفيلم حق نايفز اوت ولا كل المسلسلات حقت أغاثا كريستي اللي مبنيه على روايه أغاثا كريستي تعتمد على الاسلوب المسرحي، اللي شخصيات تدخل وتعرف لك بالشخصيه وفيها كده شيء طابع اوبرالي نوعا ما في تقديم الشخصيات. هذا فيلم مختلف تماما، هذا التحقيق وفي حاجه معينه وحدث معين بيدور وراه وبيحاول يطلعوه، لكنه سوداوي بطريقه وكئيب بطريقه جدا عنيفه، خصوصا في مشهدين او اثنين انا اجزم اي احد لو شاف الفيلم ده ما حينسى المشهد ده، ما حينسى لقد ايه وصلوا لدرجه من الجراه على طرح المشهد. واللي يقرا الروايه كان ممكن يتساءل كيف ممكن يجيبوه للتلفزيون. الروايه ما زالت كانت بشعه اكثر في تنفيذ هذا المشهد. انت قريت الروايه قبل الفيلم ولا بعد ما شفته؟ لا قبل، انا غالبا الروايات اقراها بحد ذاته حقعد اسبوعين فيها ولا حاجه زي كده، فصعب اقرا شيء وانا شايف الفيلم وعارف البدايه والنهايه وكده. فالفيلم قدر انه ياخذ المشاهد الجريئه دي لاقصى مرحله بحيث انه ما يتجاوز يعني الحدود المسموح فيها لبلس 18. انا هكتفي بهذا القدر. بس هو اللي برضه ترشيح، انا مش متاكد في قاضي دلوقتي كتب لنا الخمس افلام قدامنا، ولو انا فاكر صح مش فاكر تقييمهم كلهم، بس اربعة الى الان، احنا قلنا خمسه، ماجنوليا ذا ماستر راتش كلاود اطلس وذا جيرل دراجون تاتو، انت قلت الخمسه خلاص. اوه انا كاتب سته، شفت الحماس كيف؟ نايس. طب حلو، ايه المشكله؟ بس الخمسه اللي احنا قلناهم غير مناسبين للمشاهدات العائليه، الخمسه الى الان. رش لا برضو رش، لا رش يعني رش في لا. مشهد او تلميح مش قوي يعني. ماني فاكر انه في شيء خادش للحياه في كلاود اطلس صراحه، انا برضو مش فاكر قوي بصراحه. وماجنوليا ممكن يكون سيف. لغه اكتر منه اي حاجه تانية، وماجنوليا مشهد او اثنين اي ثينك اذا انا فاكر صح. وتوم هانكس اصلا سيف، ما اظن انه عنده فيلم ويكون فيه له حاجه يعني، ما اظن. راجل يعني. طيب جميل توم هانكس دوت، راجل عائلي كده، تحس انه جاي يزورنا في الصالون بتاع بيتنا يعني. اللي هو نظام لو جالك البيت مش هتقعده في الصالون، هتقعده في الانتري مع الناس والله ده احساس كل الناس تجاه توم هانكس على فكره، وده على مستوى السليبرتي بروفايل ما يتبنيش بسهوله. والفيلم ده انا هتكلم عنه لسبب واحد فقط، لانه ما زال حارقني انه الادمي هذا في الفيلم ده ما ترشح للاوسكار اصلا، مو بس ما فاز، ما ترشح للاوسكار اساسا. نايت كرولر لازم مفيش، ما دام قلت كده يبقى عرفت الفيلم عمياني. فيلم نايت كرولر، جيك جيلنهال، هذا ممثل شاطر جدا، ومو بس شاطر، شاطر وفي عمر بدري مره
قدر يعطينا انواع وفئات مختلفه من الافلام. يمكن الوحيد اللي جرب زيه براد بيت او ديكابريو اللي قدروا انهم يتنقلوا من واحد للتاني ويعطيه كل الفئات تقريبا. صح. في اللي فشل وفي اللي نجح، بس هو من القلائل في العمر المبكر يقدر يسوي الحاجات دي ويبهرك في عده ادوار. وصل لقمه التمثيل، شوف قمه التمثيل، يعني انا حتى خايف انه حيقدر يعملها مره ثانيه ولا لا. قمه التمثيل في فيلم نايت كرولر، ساح جوا الشخصيه، صهر تماما داخل قالب الشخصية، والشخصية أصلا بتعطيك إنسان من الوهلة الأولى هتقول ده مضطرب، لكنه ذكي جدا، ذكي جدا، يقدر يستغل فرصة إنه في أعمال إنك تصور حوادث وتبيع على شبكات التلفزيون، تمام؟ هذا الشيء يخليه يدور ويجي وراء الحوادث، فتشوف الاضطراب كيف إنه واحد سريع يبغى الدم يبغى يدور وراي ويجيب الحوادث، وإيش ممكن هذا الطموح يوصله لأي درجة، والتصاعد الدرامي للوصول والطموح لفين ممكن ينتهي معاك. لنهاية الفيلم كانت الأجمل، مشهد المراية اللي كسر فيه وسوى زي كده، أنا بالنسبة لي هذه علامة فارقة في العقد كان، مش مجرد في سنة 2014 وخلافه، لكنه ظلم جيك جيلنهال، ظلم ولا حتى ترشح للأوسكار، مع أنه في نفس السنة كان فيه أعمال عظيمة، كان عندك إيميتيشن جيم، كان فيه له كامبرباتش، كان عندك كمان الفيلم حق The Theory of بيردمان وكين كان مترشح عليه، كان اللي فاز بالأوسكار أصلاً The Theory of Everything وش اسمه ريدني دام مدري إيه، واللي ما أنا بنظري ما يستاهلها يعني. الله ينور عليك، الله ينور عليك راجل يا ذوق. فهذا وهذا اللي يوضح لك إنه في أحيان الأوسكار مو شرط، لأنه ممكن في سنة في فراغ في اللي قدامهم كويس هياخدها، وفي احيان تكون زحمه. يا باشا نورتنا وفسدنا اخلاقك وصهرناك تلت ساعه بحالها صح. لا لا لسه في وقت، انا 10 ونص هي الديدلاين، خلاص عندي 10 دقائق، يبقى احنا كده جوه المسموح. حبيبي الله يديك العافيه وشكرا، نورتنا وان شاء الله ما تبقاش اخر مره، وفي نفس الوقت تبقى اخر مره فيرتشوال، المرات اللي جايه ان شاء الله بقى نبقى ان بيرسون. دوبي جايك في الكلام إن شاء الله، ربنا يشيل عننا الكابوس ده ولك زيارة مخصوص ونصور ونطلع بعمل حلو كده حاجة تانية بإذن الله. حبيبي يا معلم نورتنا جدا، ألف شكر ليك، تصبح على خير، مع السلامة. ست ترشيحات من أبو ماهر الجامد مع المناقشة مع الأمور كلها، أتمنى أن أنتوا تشاركوا معايا في الكومنتات برأيكم في التجربة دي، تحبوا أن احنا نكررها تاني ولا لأ، مش عارف ليه تقولوا لأ بصراحة يعني، بس ماشي. وإزاي نقدر نحسنها أو نطورها بحيث أنها تعجب حضراتكم أكتر. ما تنسوش اللينك للبث الكامل للجلسة كاملة موجودة تحت في الديسكريبشن، ودي هتاخدكم للبث بتاعنا على شبكة نيمو، تقدروا تنضمونه في أي وقت، وريد تعملوا فولو زي ما قلنا عشان هيتكرر مرة أخرى. ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة، ياريت تعملوا شير ولايك الحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بأول، تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو، وباي باي.